أيضا سؤاله الثاني يقول الصوفية في زعمهم أن الأولياء تنكشف عنهم الحجب ويتلقون علما مباشرا من الله يسمونه العلم اللدني، وعندما عارضناهم استشهدوا بما رآه عمر بن الخطاب وهو على المنبر من بعض السرايا في ميدان القتال وحذرهم من الجبل الذي كان خلفهم، وأن العلم الإلهي الذي يأتيهم هو مما يختص الله بعض عباده به. نقول كل إنسان يدعي علم الغيب فإنه كافر، وكل إنسان يصدقه في ذلك فإنه كافر، لأن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وغيب الله تبارك وتعالى لم يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول، كما قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهؤلاء الأولياء الذي يزعمون ليسوا برسل وليسوا أيضا بأولياء لله، ما داموا يدعون ما يكون فيه تكذيب للقرآن، لأن ولي الله هو من جمع الوصفين اللذين ذكرهم الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء الذين يسمونهم أولياء إذا ادعوا علم الغيب فليسوا بأولياء، بل هم أعداء لله لأنهم مكذبون له ولما ثبت من شريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما احتجاجهم بما أكرم الله به أمير المؤمنين رضي الله عنه فهذه ليست من أمور الغيب، لأن هذا أمر محسوس مشاهد لكنه بعيد عن مكان عمر فكشفه الله له، فليس هذا من باب علم الغيب، لكنه من باب الأمور التي يطلع الله عليها من شاء وهي أمور واقعة. لا. ثم إن أمير المؤمنين رضي الله عنه لا شك أنه من أولياء الله لاجتماع الوصفين فيه الإيمان والتقوى، لكن هؤلاء الأولياء الذين يدعون الولاية وهم منها براء هؤلاء لا يصدقون. ثم إن قدر أنهم أخبروا بخبر ووقع الأمر كما أخبروا به فإنما هم من أصحاب من إخوان الكهان، إن لم يكونوا كهانا تنزل عليهم الشياطين فيخبرونهم بالخبر ويكتبون معه ما شاء من الكذبات.